جزء اخر من النساء في الكرات الواحده كملوها على في رحله ربنا فكناها. هذه الكرات الحقانيه كما نعرفوها فين الجزرنا نتاع السلطات. هاي كيفاش كانت الكرات؟ هاي الوصل نتاعها هذا للتاريخ. هاي الكرات كيفاش لازمها باش تكون؟ هاي الليزير اللي عملتها وزاره التجهيز وسبحان الله وقتها كان في بقعه معينه. هاي الكرات الحقانيه، هاي الكرات الحقانيه فوالا، هاو الكرات الجديد اللي ماشيين ما شاء الله. اليوم هذا اليوم السبت مع ماضي ساعه ونصف هاو لي زونجان ونطرحوا قاعدين. وين التجهيز؟ وين البلديه؟ وين نسكن؟ هاو الكاميون يهز فوالا فوالا. هاي كنت تطرحها هنا وتولي وتولي من بعد اللي باش تولي. الشيء تاع ماتروت كونستركسيون قداش من مره طالبنا باش البروتكسيون اللي زير هذيك اللي عملتها وزاره التجهيز تتواصل حتى ايش للاخر بارتي الاخرانيه. لا هاكي برك تقعد محلوله باش الناس تنجم تهبط الديشي نتاع مواد الديشي نتاع الكونستركسيون والبناء الفوضوي. اللي عنده حجر باش يصبوا الغادي واللي عنده كارثه يصبها الغادي فوالا. هاو اليوم كيف كيف كون بارازار ولا ينحيوا فيه هذا توا اللي مشيت لها مش غضوه هكا ما تتشافش هكا الا قداش هذيا ما تتشافش ما يشوفها حد. هاي هذيا ما يراها حتى حد. غضوه بلاد الدنيا مريحه 5 على 5 كي بكري هذايا وقت بكري فوالا. هاي نحيه هذايا ما يتشافش وين نحيه او كثري قتحلز هذا كيف كيف. السلام عليكم. حتى هاي طريقة حل. الله يعينكم بابا. حتى طريقة حل شوفوا كيفاش اللي بقى الطريق كيفاش حل. لا. اللي زين هيك في الوقت. غدا نمر امريكا ان شاء الله. ايش قلت لي؟ مساسين دزوا الغاد كمل دز الغاد يهبط اللوطه خير. تزوا فيه. لا لا دز دز اللوطه دز دز مش تعبه باش تولي بني غادي بالكدا تولي باهي. يا راكو فيه هكا. ليه هكا صحيح دز لهنا. ها هو الكابلون اللي نعرفوه هذه الكرات. جمالية الكرات.